لو اخبار التليفون ايه يا شباب؟ طيب هنحاول نتواصل مع استاذة فكرية تاني علشان موضوع تخفيض رسوم الدراسة ومصروفاتها للوافدين. استاذة فكرية مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ايهاب، مساء الخير على كل المشاهدين. اهلا بحضرتك، ويا ريت تقولي لي هل موضوع تخفيض مصروفات الدراسة للطلبة الوافدين ده يمثل عنصر جذب حقيقي، وده طبعا بيخدم السياحة وبيخدم الدخل القومي، لانه بيجوا بيصرفوا وبيقيموا وبتقدم لهم مصر خدمة كبيرة، خصوصا بقى ان الموضوع كمان مشجع انه في اقاليم كتير مش بس في القاهرة، او مش في القاهرة بالتحديد. هو طبعا احنا لازم نعرف ان احنا يعني الطلاب الوافدين دول بيمثلوا لنا دخل قومي طبعا زي ما حضرتك اشرت، أيوة واحنا بيجي لنا سنويا يعني من 75 جنسية بيدرسوا في مصر بواقع متوسط 87,000 طالب اجنبي. يمكن دول طبعا بيعتبروا يعني سفراء لدولهم لما بيرجعوا، أي يعني بيحكوا طبعا عن العلم وعن التعليم وعن الشعب المصري، يعني بيعتبروا سفراء لينا كمان لما بيرجعوا دولهم، بيتولوا مناصب قيادية طبعا في بلدهم. يعني انا عايزة اشير ان خفض المصروفات يمكن للطلاب الوافدين، يمكن الناس تقول لك ده مش وقته اه لان الدولة محتاجة يعني مزيد من الدخل للموازنة، لكن هنقول ان ده بيندرج تحت خطة الدولة او خارطة الدولة لرفع تصنيف الجامعات المصرية عالميا. اه احنا عندنا جامعة القاهرة يمكن السنة اللي فاتت ارتفع تصنيفها العالمي، واحنا دلوقتي بنسعى ان جامعات اقليمية برضو تصل الى المستوى العالمي، اللي هو التصنيف يعني العالمي هل اللي هو وجود CUS. أكتر من جنسية من الطلبة ده بيساهم، ده من ضمن بنود لسه التصنيف؟ بالظبط هوضح لحضرتك، لان بعض التصنيفات العالميه بتشترط ان نسبه الطلاب الوافدين في الجامعه 5% يعني بالنسبه للطلاب المصريين، أيوة يعني لازم يكون الاجانب 5% في الجامعه. آه فبالتالي احنا بنشجع بقى الجذب للجامعات الاقليميه علشان بنطبق خريطه الدوله بقى ان احنا بنرفع تصنيفات الجامعات الاقليميه عالميا. واحنا هنقول طبعا ان رفع التصنيف العالمي ده مهم جدا، اولا لان احنا جامعاتنا ممكن تحصل على شهادات الزماله، على بروتوكولات تعاون علمي بيفيد اولادنا الحاصلين على الشهادات من طبعا الجامعات الاقليميه لما يسافروا بره، ان ما هو ما بيحتاجوش يضطرش ان يعمل هم يعملوا معادلات شهادات ويقضي سنين معادله. تاني من عمره. بالظبط كده، ما بيعملش شهادة معادلة لما صحيح بتكون الجامعة خلاص معترف بيها عالميا ومن ضمن التصنيف اللي هو الكيو اس العالمي. فده بالتالي مهم جدا ان احنا بنعمل عملية جذب للجامعات الاقليمية، فيعني ان احنا نخفض 20% او 35% من المصروفات ده مقابل مكاسب كبيرة جدا علمية وادبية لجامعاتنا ولابنائنا الحاصلين على الشهادات الجامعات الاقليمية لما بيسافروا في الخارج. بشكرك جدا يا فندم. أستاذة فكرية أحمد، مدير تحرير جريدة الوفد، وأروح مع حضراتكم.